وللحديث أكثر عن الدعوة الأوروبية لإنشاء قوة عسكرية لمواجهة أي أزمة قد تهدد العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين. حياك الله. ما هي المخاوف الأمنية التي جعلت الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية قوامها 50,000 جندي للتدخل في العراق إذا ما انسحبت أمريكا على غرار ما جرى في أفغانستان؟ نعم، في تقديري بأن هذه الدعوة قد جاءت ليس لمخاوف فقط، وإنما جاءت كردة فعل على التفرد الأمريكي. نعم. باتخاذ قرار الانسحاب من أفغانستان دون التنسيق أو التشاور مع دول الاتحاد الأوروبي. وفي تقديري بأن هذه الدعوة هي دعوة للاستهلاك الإعلامي والمحلي، أي بروغاندا إعلامية، كونها ليست الدعوة الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن الاتحاد الأوروبي كان ينظر إلى إدارة بايدن بأن عليها ترتيب العلاقات مع دول الاتحاد التي أصابها الكثير من الإشكالات في فترة إدارة ترامب، ولكنها تفاجأت من إدارة بايدن بأنها لم تنسق ولم تستشر أحد في قرار الانسحاب من أفغانستان. لذا فهذه الإدارة لم تحسن التعامل أيضا مع الأوروبيين، علما بأنه هذه الدعوة تأتي للاعتماد على دول الاتحاد عسكريا بعد أن فقدت الثقة بحليفها الأمريكي الذي تجاوزها في قضية الانسحاب، وهذه ليست المرة الأولى، فهناك اتفاقات سابقة جرت، الانسحاب من الملف النووي الإيراني، الانسحاب العسكري من سوريا، أيضا لم تستشر دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أصبحت هناك إشكالية حقيقية وفجوة حقيقية ما بين إدارة ترامب وما بين دول الاتحاد الأوروبي. لذلك أنا أعتقد بأن هذه الدعوة قد تكون غير قابلة للتنفيذ لوجود تحديات كبيرة تتمثل بالتحديات، كثيرة منها التدخل الصيني والروسي في المنطقة، بالإضافة إلى أنه دول الاتحاد الأوروبي ما بينها خلافات كبيرة جدا فيما يخص الإنفاق العسكري، لوجود تباين في مسألة الدعم العسكري ما بين الدول التي تقدمه للحلف، وبالتالي هناك إشكالية حقيقية في ميزانية الدفاع وفي التخصيصات المالية، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن طلبت زيادة الإنفاق الدفاعي من دول الاتحاد الأوروبي ولكنها رفضت لأنه سيكون على حساب التنمية. لذا فالاتحاد الأوروبي ليس لديه بديل في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم وجود قدرات مالية وعسكرية بحيث يمكن الاستغناء عن دور الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان في أفغانستان أو كان في المنطقة في الفترة المقبلة، ولكن هذه الدعوات تأتي بشكل مستمر من قبل قيادات الاتحاد الأوروبي كردة فعل على التصرفات الأمريكية في مسألة الاستفراد بالسياسة الخارجية في التعامل مع ملفات خطيرة مثل أفغانستان والعراق وغيرها. إذا كان العراق ليس باستطاعته الاستغناء عن القوات الأجنبية سواء أمريكية أو أوروبية، إذن ما الحاجة لكل هذه الجيوش المليونية من قوات عسكرية وأمنية وميليشيات وصحوات تستنزف مليارات الدولارات من الخزينة؟ نعم، نحن أمام إشكال حقيقة في الدولة العراقية. أولا، نحن عندما نتحدث في العراق لا نتحدث عن دولة وعن سيادة، لأنه من يقرر تشكيل الحكومة في العراق هي التوافقات الإيرانية الأمريكية. نعم. كما لا يمكن لنا أن نتكلم عن أمن واستقرار بوجود قوات أجنبية أمريكية وإيرانية وغيرها على الأراضي العراقية. نعم. كما لا يمكن لنا أن نتكلم عن قانون ونظام وقضاء بوجود ميليشيات مسلحة تعمل على تنفيذ أجندة خارجية وتعمل خارج نطاق القوات المسلحة، ولا يمكن لنا أن نتكلم في العراق عن دولة وطنية تقوم على المحاصصة الطائفية التي جاء بها الاحتلال. نحن أمام وضع معقد في العراق بسبب هيمنة الميليشيات على الوضع الأمني والسياسي والعسكري، ولاحظنا جميعا كيف فرضت هذه الميليشيات أجندتها في الحوار الاستراتيجي الذي جرى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين العراق في الفترة الماضية، كما أن وجود السلاح المنفلت الذي يأتمر بمرجعيات دينية مثل الصدر والخامنئي والسيستاني يعقد الوضع بشكل كبير جدا. لذا فالعراق هو ما بين المطرقة الإيرانية وما بين السندان الأمريكي، لذلك الوضع العراقي نستطيع أن نقول بأنه معقد بشكل كبير جدا، وعملية الانسحاب الأمريكي ستطلق العنان للمشروع الإيراني للتمدد ليس في العراق فقط وإنما في كثير من الدول العربية التي يمكن أن تهدد، بالإضافة إلى سوريا
وبالإضافة إلى اليمن وبالإضافة إلى لبنان، مما يعني عدم استقرار المنطقة، لأنه واشنطن قد ترتكب نفس الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته إدارة أوباما عام 2011، وهذه المرة ستسلم العراق إلى الميليشيات المسلحة التابعة لإيران، علما بأنه الفراغ الذي نتج عام 2011 جعل من العراق منطلق للسيطرة على 3 دول عربية. طيب ما الذي يمكن أن تقدمه هذه القوى من 50,000 جندي في العراق، وهو الذي فشل فيه أكثر من 200,000 جندي أمريكي من قوات التحالف؟ نعم، لا شك بأن أي قوة الآن تشكل من قبل الاتحاد الأوروبي أو غيره بدون حضور عسكري للولايات المتحدة الأمريكية فمهمة النجاح ستكون صعبة ولن تقدم شيء. وما يجري في أفغانستان الآن هو خير دليل. عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت معها كثير من الدول التي هي أصلا رافضة لقضية الانسحاب. يعني هناك تصريحات صدرت من وزير الدفاع البريطاني قال بأننا قد نعود إلى أفغانستان، ولكن التصريحات التي تلت هذا التصريح بأنه لن نعود إلى أفغانستان مهما كان الثمن. إذن نحن أمام وضع مرتبك بشكل كبير جدا نتيجة تقاطع المصالح ما بين الدول الكبرى وخاصة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من إشكالية حقيقية منذ إدارة ترامب إلى يومنا هذا. لذلك هذه القوة إذا تم تشكيلها، وأنا أشك في ذلك، بأنها ستقدم تأمين الحماية للبعثات الدبلوماسية الأوروبية، كما أنها ستستطيع التعامل مع ظروف مشابهة لما يجري الآن من فوضى في أفغانستان. وهذا المشهد يمكن أن يتكرر في العراق أو في دول الخليج أو في أفريقيا أو في دول أخرى في المنطقة. طيب هذه القوة يراد تجهيزها للتدخل في العراق ومنطقة الساحل الأفريقي، حيث في هذه المنطقة فرنسا وحلفائها في صناعة استقرار وأمن حقيقي، فكيف يريدون تكرارها في العراق؟ نعم، أنا أعتقد بأنه من الصعب جدا أن نقول بأن الوضع ليس في العراق فقط، وإنما إذا جرى انسحاب أمريكي من منطقة الخليج العربي أو من العراق فالمنطقة ستتداعى كما تداعت الآن القضية في أفغانستان، ولن تستطيع أي قوات أخرى من السيطرة على الموقف. ورأينا هذا الوضع في سوريا، ورأيناه في العراق، ونراه في مناطق أخرى الآن في أفغانستان، وقد يتكرر في مناطق أخرى. نعم، ولكن هذه القوة لن تقدم شيء، طالما أن هذه القوة لحد هذه اللحظة هناك اختلافات كبيرة جدا ما بين دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ذلك بأنه ما لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية لها حضور وحضور قوي في هذه القوة فلن يكتب لهذه القوة النجاح في هذه المنطقة، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية منذ إدارة أوباما إلى إدارة ترامب إلى إدارة بايدن تقول بأنها سوف تنسحب من هذه المنطقة التي تراجعت مكانتها في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، وإنهم سيخرجون من الحروب العبثية التي لم تجني منها الولايات المتحدة الأمريكية غير الاستنزاف المالي والاقتصادي والعسكري، بحيث تراجعت مكانة الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا كيف كان الانهيار في أفغانستان بسبب تقدير الخاطئ للمؤسسات الأمريكية بأنه لن تسقط حكومة كابل من شهر إلى 3 أشهر، ولكنها تداعت خلال أيام وسقطت بيد تنظيم طالبان. لذلك أنا أعتقد بأنه الوضع في المنطقة مرشح إلى كثير من الخيارات وكثير من السيناريوهات، لذلك يمكن أن تتكرر هذه القضية سواء كانت في العراق أو سواء كانت في مناطق أخرى. نعم، الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.